طيب معنا أمنة من القاهرة. ألو يا أمنة. ألو ألو أمنة. أنا أنا. أيوة حضرتك سامعيني ولا الصوت مش واضح؟ لا يا حبيبتي كده سامعاكي، اتفضلي. كده سامعيني؟ ازاي حضرتك الأول عاملة ايه؟ الحمد لله والله يا أنا تمام. أول حاجة أنا عايزة أقول كلمة، أنا بحيي الأنسة داليا وفنانتنا الجميلة. ميرسي يا صح أنا، ولا ايه؟ ميرسي يا حبيبتي. اتفضلي كملي. وعايزة أقول لها على حاجة، المجتمع للأسف إن هو قاسي، إن هو بيفكرهم بطل، إن هم يعني قليلين أو كده. بالعكس هم أحسن من أي حد بكتير. الناس دي عرفت توصل، عرفت توصل بجد، عرفت لما تمشي في الشارع ترفع راسها، ما بتبصش لأي حد بيقولها أي كلمة. وبوجه رسالة لأي واحد، ولد أو بنت أيا كان، لما بيمشي يبص للناس دي، بص مش ليه، يبص لنفسه، إن ربنا ما خلقش حد كامل، كل واحد بيبقى فيه عيوب. طبعا طبعا، شكرا يا انا، شكرا يا حبيبتي. طب داليا انت بتحاول في مجال المسرح، لكن لما بيبقاش في شغل متواجد في المسرح، لا انا يعني اصلا معايا اللي هي مهنه الماكيره. ماكيرة. يعني انا رحت قبل كده اشتغل في كوافير، اللي هو بيقول لي طب انت هتطولي الكورس ازاي، انت طولك قد كده والناس بتبقى عاليه عليكي. قلت له ما فيش حاجه مستحيل، جربني وشوف. قال لي طب ازاي يعني انت كلك قد كده؟ قلت له ماشي جربني. قال لي طب اتفضلي امسكي واشتغلي. اللي هو اشتغلت ومفيش اي مشاكل، طلعت عرايس وعملت العرايس ومفيش اي مشاكل. يعني هل العرايس لما بيجوا يلاقوكي انت اللي هتعملي لهم الميك انا اب؟ في ناس كانت بتيجي تطلبني بالبوك، انا عايزه داليا. يعني انت عملتي لك بقى اسم في المجال ده، قعدت فتره فيه، ولحد دلوقتي لسه شغاله في المجال مش ده. دايما يعني. يعني حسب ما بيطلبوكي. لكن ما فيش شغلانه دائمه. لا لا مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه يعني حكومه او حاجه ان احنا نشتغل فيها. لا في مفيش، مش موفر لنا اي عمل ولا اي شيء. طب انت ممكن تشتغلي ايه في الحكومه يا دالي؟ والله سكرتاريه، لو اي اعمال اداريه، اي حاجه مفيش مشكله. في مجالات ممنوعة على ذوي الاحتياجات الخاصة. ممنوعة؟ بنروح في نقدم. كليات ما تقدريش تدخليها، ما ينفعش. انت هتقعدي قاعدة على المكتب ماشي. يعني، وريني كده طول حضرتك هتطولي المكتب ازاي؟ اللي هو طب انا طبيعية ما فيش اي مشاكل. لا لا حضرتك ما تنفعيش، اللي هما بيستهزئوا بينا. على فكرة الناس اللي بتقول الكلام ده بجد يعني ناس معرفش اوصفهم اقول ايه، بس يعني يا جماعة ايه المشكلة؟ يعني احنا بنلاقي بره ناس قصار القامة بيشتغلوا شغلانات ووصلوا لمراكز. انا ليا صحابي من الاقزام مقصرين القامة، من كتر ما هم مش لاقيين فرصة عمل في القاهرة سافروا بلاد بره بيشتغلوا بره. وبيشتغلوا كويس طب جدا. وليه ما نبقاش بلدنا اولى بينا؟ ليه بالظبط. بدل ما نشتغل بره في اي بلد، بلدنا احنا اولى. وعلى فكرة انت لما هتشتغلي شغلانة بيشتغلها واحد او واحدة عادية، عادية يعني ما فيش اي مشاكل، انت ممكن تنجحي فيها اكتر منها. تبذلي جهد مضاعف مش عشان كده؟ تثبتي نفسك، وعلشان تثبتي للمكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه انك انت قادره تعملي ده. بل بالظبط بالعكس، انت بيكون عندك دفع اكبر، بيكون جدا عندك استعداد اكبر، طبعا بتبقي قادره تعملي دوت. بس هو هي الفرصه.